ايه رايك في الاكل يا مصطفى؟ تسلم ايديك يا روحي، مش تقولي لي اكل الشغاله؟ بقول لك ايه يا مصطفى، بعد ما تاكل كده وتقيل لك شويه عاوزين نخرج مع بعض شويه. يا ريت يا روحي. يعني ايه؟ عندي ميعاد الساعه 7 بالليل في المكتب مع 2 عملاء مهمين قوي جايين لي. طب وماله اجي معاك؟ اللي هنقوله نعيده برضو. هي شاذة، ما خلاص اتفقنا احنا في المواضيع دي. خلاص يا سيدي ما تزعلش، بعد ما تخلص شغلي معهم نخرج سوا. اصل الميعاد بتاع العملاء دول هيتاخر لغايه 11 ونص، وبالليل رايح البيت عند اخواتي سلمى اختي عازمه خطيبها هو وعيلته، ولازم ابقى موجود معاهم على العشاء. طب وفيها ايه؟ انا ممكن اجي معاك البيت عندهم، على الاقل تصلح ما بيني وبينهم. ما ينفعش يا حبيبتي، الظروف مش حلوه اليومين دول. سيبيني انا اصلح بينكم، وبعدين الموضوع ده بقى صعب قوي. صعب؟ انا بقى اللي صعب عليا ان انا اقعد في بيت طويل عريض زي كده، ما بكلمش غير نفسي، بكلم الحيطه، بعد ما كان عمال يعج بالناس اللي رايحه واللي جايه، انت كمان طول الوقت سايبني وخارج بره. لا يا مصطفى انا كده اعصابي تعبت. هو عاوزاني اعمل ايه بس؟ تعمل اللي كنت بتعمله زمان يا مصطفى. ايه نسيته لما كنت بتقولي وقتي كله ملكك، اطلبيني تلاقيني شبيكي لبيكي، ليل ونهار كنت بتفسحني؟ ايه نسيت كل ده يا مصطفى؟ ما نسيتش يا شذا، ما نسيتش اي حاجه، بس المسؤوليه زادت عليا دلوقتي، زادت قوي، ودي امانه لازم ابقى قدها وقدود. وانا مش امانه يا مصطفى؟ انت اغلى امانه عندي يا شذا، بس صدقيني غصب عني. انا كمان غصب عني، انا مش عاوزه اعيش في الماضي تاني، انا خايفه. ازاي تخافي بس يا حبيبتي وانا معاكي؟ ما هو انت يا ريتك معايا. ما تضايقيش نفسك، بكره باذن الله هاجي لك بدري واسهرك سهره تجنن، حتى لو كان عندي ايه. بجد يا مصطفى؟ بجد يا روح مصطفى، انا هطلع انام دلوقتي، وما تنسيش تصحيني الساعه 6. ما تزعليش بقى. لا ما انا زعلان. تيجي معايا؟ لا لا لا. الو يا علا، ازيك يا حبيبتي؟ الف مبروك يا ماما. طب المكان هيبقى فين؟ طيب يا حبيبتي مبروك، مع السلامه. يا ام سالم، يا حنان، يا اهل البيت. ايه ده مفيش حد هنا. مفيش حد ازاي؟ هيكونوا راحوا فين؟ تعالي يا حنان. ياما يا عم ما توجعش قلبك، بقول لك مفيش حد هنا، اسمع الكلام. ازاي يعني؟ يبقى عند ام مصطفى، اروح اسلم عليهم واعمل لهم مفاجاه. بس بلا مفاجاه بلا غيره، ده البيت مليان تراب، البيت كله واسخ اهو زي ما انت شايف. البيت ده مهجور. مهجور ايه؟ ازاي؟ اتفضل يا عم حسن. الحمد لله على السلامه يا سالم يا ابني. الله يسلمك يا عم حسن. الله يسلمك، عامل ايه؟ الباقي في حياتك في مين؟ والدتك الله يرحمها. ايه؟ امتى؟ بعد ما سافرتوا بشويه. طب وحنان؟ حنان اختي فين؟ حنان مش من هنا بعد ما اتجوزت. اتجوزت مين؟ واحد معرفش اسمه، كان بيجي وانت هنا. يبقى سي عمر يا سيد الرجاله. ايه؟ We'll be right back.
قصدي ان اكيد في حاجه بينهم. يا سامي حرام عليك. حرام عليا انا برضو ولا حرام عليها هي يا ابني؟ ابنك ده ايه بس؟ حنان ما عملتش حاجه عشان تقول عليها كده. لانها حويطه زياده عن اللزوم. ويعني مصطفى هو اللهبل ده؟ ما فيش احوط ولا اخبث من كده. يا بنت الناس يا بنت الناس شوفي كويس، واضح ان الواد بيحبها. لو بيحبها زي ما انت بتقول اتجوز شاذة ليه؟ المصلحه حبيبتي المصلحه. انت عاوز ايه دلوقتي؟ عايز ابني يفوق ويصحى. يفوق من ايه ويصحى من ايه بس؟ يا سامح يا حبيبي انا مش عايزاك تظلم، عشان الظلم حرام وبيترد لصاحبه في يوم من الايام، واذا ما لحقوش بيلحق اعز الناس ليه. وبعدين معاك يا دينا، انت بتتمني لي انا ولادي الظلم؟ بعد الشر عليك يا حبيبي وعليهم، انا اتمنى لك الظلم؟ انا بس بحذرك مش بتمنى. وبعدين انا شايفه ان البنت مظلومه. يبقى اكيد ما بتشوفيش كويس. طيب كويس بقى ان انا عميت. ياه، وبعدين معاك يا دينا، انت عدالي على الواحده ولا ايه؟ انا لا قاعده ولا واقفه يا حبيبتي. انا اب، فاهمه يعني ايه اب، والاب دايما قلبه دليله صدقيني. ولا ست، وافهم واعرف كويس قوي الست اللي زي. يبقى اتفقنا كده، كلامك صح. يعني ايه؟ يعني انا كمان راجل وافهم كويس قوي الراجل اللي زيي. يو يا سامح، انت مفيش فايده ابدا في الكلام معاك. يبقى احسن برضو. كل حال ده ابني وانا حر فيه. ما هو عشان ابنك بقول لك حرام عليك. حرمت عليهم عيشتهم، انا لازم اعرف كويس قوي ايه اللي بينهم واعرف ابني. خلاص يا سامح انت حر، اعمل اللي انت عايزه. نفسي اساعدك. يا رب. وانت تساعديني. هو ده املي. ونعيش في تبات ونبات. ونخلف صبيان وبنات؟ صح. انت بتحبي الصبيان اكتر ولا البنات؟ البنات طبعا. وانا كمان. عارفه ليه؟ ليه بقى؟ علشان انت منهم. علا انت جميله قوي ورقيقه. وانت كمان اجمل ورق. تعهديني؟ على ايه؟ انك تفضلي كده زي ما انت. ولا ايه يعني اللي هيغيرني؟ طول ما انت هتفضل كده انا كمان هفضل كده، مش كده؟ كده. في ايه؟ مين؟ حنان؟ مساء الخير. مساء النور. هي طنط النور فين؟ الله، هي مش معاكم؟ هي روحت. طب تعالي تعالي يا حنان. هي راحت فين بس؟ مش عارفة، بس تعالي تعالي. أيوة فاطمة، إيه اللي جابها دلوقتي؟ حاضر أنا جاية لك حالا. اتفضل القهوة. شكرا يا سلمى. الله يرحم والدتي. انا كمان. الباقيه في حياتكم يا محمود. حياتك الباقيه اللي ما تعرفوش اراضي الست حنان فين؟ في بيت حماتها ام عمر. انت ما تعرفش ان هي اتجوزت ولا ايه؟ لا والله، الست هانم ما جابتش سيره لحد. ما انتوا يا جماعه ما سالتوش عليها وسبتوها لوحدها بعد الله يرحمها والدتها. طول عمرها غبيه القلب. طب كانت كلمتني في التليفون ولا اعتبرتني مت انا كمان؟ لا دي اعتبرتك مالكش لازمه. ازاي بس يا جماعه؟ ازاي زي الناس يا استاذ محمود؟ ولا اللي بيحصل ده له تفسير تاني غير كده؟ ربنا بقى يتولاها. هي جرالها ايه؟ ولا حاجه. طب ممكن تديني العنوان؟ اكيد طبعا، ثانيه واحده. شكرا. اتفضل. شكرا يا سلمى. سالم بالهداوه معاها دي اختك برضو. ربنا يستر. ده لازم يقطع رقبتها. الست قدامي، اخرجي. اهدي بقى يا حنان وبطلي عياط. انا مش عارفه سامح ناوي لي على ايه بالظبط. انا هتكلم معاه، تعالي معايا. لا انا مش عايزه ارجع هناك تاني ابدا. انا مسافره يا حنان. خلاص انا هروح اقعد في بيت ابويا.
غلط يا حنان تقعدي لوحدك. طيب انا عايزه اكلم عمر. طب ما تتكلميه. كلمته ورد عليا حد غريب وقال لي ان النمره اتغيرت. بصي يا حبيبتي، انا شايفه انك تقعدي معايا اليومين دول لحد الظروف ما تتحسن. ايه رايك يا نور؟ ايوه طبعا. لا معلش انا هروح اقعد في بيت ابويا. يا حبيبتي مش هيبطلوا عليكي كلام، اسمعي كلامي. يعني هيقولوا ايه اكتر من اللي قالوه طالما ان هي مبيته. انا مع فاطمه يا حنان. لا انا مش هرجع هناك تاني ابدا. الست هاني مشيت. راحت فين؟ والله ما اعرفش ومش عاوزه اعرف، وكمان مش عاوزه اسمع اسمها خالص. ليه يا مدام؟ ليه يا ترى؟ اكيد عملت عامله صدى زي عوايدها. عليا ما تسيبها تتكلم وتبعبع، خلينا نعرف كل حاجه. قولي وفضفضي يا حبيبتي، عملت فيكي ايه؟ الست هانم زي ما سرقت ابني عاوزه تسرق جوزي. تقصدي الاستاذ مصطفى؟ عشان كده انا طردتها. طب وابنك عمل ايه؟ انا مش فاهمه البت دي عامله له ايه؟ مغمياه؟ عامله له عمل؟ مش فاهمه فيه ايه؟ شفت اختك؟ اسكتي عليا، كفايه اللي انا فيه، كفايه. انا بيتهيالي انك تاخد اختك وتحبسها في مكان. ليه بقى؟ علشان ترحم الناس منها. ارجوك كفايه تجريحه مدام. بس نلاقيها الاول. انا عموما عارفه عنوان يمكن تكون فيه. احنا نطب عليهم حالا. بس يا ريت تكون هناك. حنان ايه اللي في؟ مش لاقي حنان. يا ساتر رحت فين يعني؟ مش عارف. تفتكر تكون سمعت كلامنا؟ لا ما اظنش. امال تكون راحت فين؟ يمكن تكون راحت لصاحبتها. اياها ما افتكرش. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسف احنا جينا في وقت متاخر. انا سالم اخو حنان. انا مراد. اتفضل. شكرا مدام. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. استاذ سالم اخو حنان. انا مراد. اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. ايوه نور. ايه عندك؟ طيب كويس. طيب انا هستناك الصبح. مع السلامه. استاذ سالم، للاسف اختك مش موجوده هنا، هربت مننا. راحت فين؟ راحت عند خالد عمر. طب وهربت ليه يا جماعه؟ ما هربتش ولا حاجه. جرى ايه يا سامي؟ جرى ايه دينا؟ مش هي دي الحقيقه؟ لو سمحت ممكن حضرتك تفهمني حنان عملت ايه عشان يجرى كل ده؟ هي ما عملتش اي حاجه. لا عملت. الهي ربنا يرضى عنك ويخلي لك المدام. قول لنا هي راحت فين وهربت ليه وهربت على فين؟ البنت ما عملتش اي حاجه. ارجوك تفهميني. انا هفهمك على كل حاجه يا استاذ سالم. فضحتينا يا مجرمة، فضحتينا. يا استاذ، يا استاذ ايه كده يا استاذ؟ هي خلت فيها استاذ ولا خلت فيها نيلة؟ دي فضحتنا، خلت راسي في الطين. ده انت فضحتينا وجرفتينا. يا ستي استني بقى، هو في ايه؟ الله، امها كانت عايشه وموافقه، في ايه؟ بعدين فضحتكم ليه؟ هي كانت ماشيه كده ولا كده لا سمح الله؟ دي متجوزه على سنه الله ورسوله، وبعدين حامل كمان. حامل يا حلوه، ولما انت حامل بتخطفي جوز واحده تانية ليه؟ قولي لي بقى، هو انتوا كنتوا عند شاذة بقى ورحنا لحماها كمان؟ والله ظلم. ما انت لازم تقولي كده. هتقولي ايه تاني يا حسره؟ من فضلك اقعد عشان نتفاهم معاك. انا لا هقعد ولا هفهم ولا عايز افهم حاجه. هي مش عملت اللي في دماغها ونفذته رغم ان انا معارض واعتبرتني مت. خلاص يبقى انا مت، اخوكي مات. يا سلام، ده انت كده عامل معاها اخر واجب، دي اقل حاجه تقولها لها. يا مدام هدي النفوس، مش كده يا مدام؟ سيبينا في حالنا، احنا على اخرنا ومخنوقين على الاخر. مخنوقين من ايه؟ في ايه غلط؟ لا عادي، اخت جوزي المحترمه بتخطف واحد من المحارم
عادي، مش حضرتك شايفاه عادي؟ خلاص يبقى عادي. انا محترمه، وبعدين انت ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم من كل ظالم يا شيخه، حرام عليكي بقى. يا استاذ من فضلك اقف جنب اختك اليومين دول. انا ماليش اخت خلاص، يا ريتني فضلت في غربتي وسفري. وانت في غربتك كنت بتسال عليها؟ انا قلت لها اتصلي بيا، انا كنت ببني نفسي. بقول لكم ايه، سلام عليكم. يلا يا سالم، وانتي حست عينك تهوبي ناحيتنا ولا تخطي باب بيتنا، فاهمه؟ واوعي تنسي انا قلت لك مت يعني مت. دي اختك يا استاذ مش كده. ماليش اخت خلاص، منك لله يا حنان، منك لله. سالم سالم لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان ما كنتوش بتصدقون انت ووالدتك الله يرحمها، اقول لكم يا جماعة صحصحوا البتكو، بتكو مشيها عوج، لازم حد يقومها، حد يعدلها، بقيتوا عايزين تهبشوني، عايزين تاكلوني، يا ساتر. خلاص عليا، ما كفاية كفاية. ايوه ما هي الدنيا كده، اللي ما يقدرش على الحمار يقدر على البردعة. بردعت ايه وحمار ايه في اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ يا علي حرام عليكي، بقول لك تعبان، انا تعبان. خلاص تعبان نرتاح، انا هخش احضر الشنط. هنروح فين؟ هقول لك يا سيدي هنروح فين. نطلع على اسكندريه نعيش لنا قد شهر كده، يعني نرتاح من مشاكل اختك وقرفها. اوعى تقول لا. ازيك يا سيدي؟ اهلا يا محمود، ازيك؟ انا بس جاي اطمن يعني حنان كنت... ما تجيبليش سيرتها. ايه يا اخي، دي اختك برضو محتاجه لك. حنان مش محتاجه غير مخها. روح انت بس خلاصي وجهزي نفسك عشان نغور. انت هتسافر تاني؟ لا، هننزل يومين اسكندريه كده بس، نغير جو ونهدي اعصابنا بعد التعب اللي احنا تعبناه. انت تعبت في شغلك قوي هناك؟ لا بالعكس. امال ايه؟ الغربة يا محمود، الغربة قاسية قوي على اللي بيعيشها لوحده. مفيش أحسن من إن أنت تعيش وسط ناسك وأهلك وحبايبك، تفرق كتير. طب وشغلك؟ أنا قررت أقطع الأجازة وأرجع. سالم، خليك جنب أختك. أنا ماليش أخت خلاص. يا أخي ما تبقاش أنت والزمن عليها. هي اللي اختارت. على فكرة بقى، عمر ابن حلال قوي. أيوة ابن حلال، بس أهله رافضينها، وأنا صممت وهي برضو صممت على اللي في دماغها. خلاص خليها تشرب بقى. يا أخي حتى لو غلطت دي أختك برضو. غلط عن غلط يفرق يا محمود. على فكرة بقى، حنان طيبة قوي. أنا اللي غلبت يا محمود، أنا اللي غلبت. يعني خلاص مصمم تسافر؟ من بدري يا راجل، ده أنا خايف ما يطلعش عليا النهار ولا يجرالي حاجة من كتر اللي شفته وسمعته. ما تسمعش كلام حد. حد مين؟ ده حماها وحماتها، يعني سمعتهم وشرفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن إذنكم اتفضل. أنا داخلة أنام لي ساعتين، الشنط دي تخش لي جوه، البيت ده يرجع زي ما كان، ألاقيه بيبرق بيلمع. ماشي؟ حاضر، هخليهولك ألماظ. عشان ايه مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه. ازاي بس مفيش حاجه؟ امال ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جاي عشان اصالح اخويا. اخوكي؟ اخوكي سافر النهارده من بدري اسكندريه. سافر؟ طب يلا يلا نقعد شويه مع بعض، تعالي. يلا حبيبتي. واخوكي عمل معاكي كده ليه هو ومراته؟ اسكتي على اللي عمله فيا ده، ضربني قال انت مالكيش اخ. شذب الله يسامحها، صممت افكاره من ناحيتي. ليه؟ هي قالت له ايه؟ تصوري شذا وسامح بيه بيشكوا فيا مع مصطفى، وقالوا الكلام ده لسالم قدام عليا. معقوله هي وصلت بيهم للدرجه دي؟ ايوه هو ده سبب خروجي من بيت شذا. ومصطفى يعرف بالكلام ده؟ اه مصطفى قاعد يزعق ويتخانق، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مخنوقه جدا، حتى عمر مش عارفه راجع امتى ولا هسافر له امتى. طب بس اهدي، تعالي روحي عندي شويه ناخد راي محمود في الموضوع ده،
يلا بينا حنين يلا. ايه روحي، عاوزه حاجه مني قبل ما اخرج؟ ميرسي يا حبيب قلبي، بس ما تتاخرش عليا على الغدا. حاضر. نسيت اقولك، انا النهارده هاكل مع اخواتي في البيت. طيب تزعليش مني يا عمري، بكره باذن الله هجيلك بدري نلبس ونروح نتغدى في اي مكان تحبيه. ماشي يا روح قلبي، باي باي. لازم تخاف يا سامح، دي مصيبة. طب وهي ما خافتش من اللي عملته ده ليه؟ وانت متأكد قوي كده ازاي؟ من اللي انتوا شفتوه وسمعتوه امبارح بالليل. ان بعد الظن اسم يا سامح. ده لو كان ظن. معقول يا سامح؟ معقول؟ صدقيني هي دي الحقيقة. مال اتجوزت عمر ليه؟ ما مصطفى قدامها من زمان. عمر ابني عنده كل حاجة، لكن الواد مصطفى ده ايه؟ ما انت عارفاه كويس يا نور، كان اصله ايه؟ صايع ما عملتوش حاجة، سواق، نزل عليها بالباراشوت. لكن دلوقتي هي حامل، يعني ممكن تكوش على كل حاجة. صدقيني ده تخطيط عاملينه هما الاثنين سوا. يا سامح ده ظلم حرام عليه. لا مش حرام، انا حاولت اكلم عمر تليفونه مش شغال. انا غيرت النمره بالتوكيل اللي معايا. انت قصد كده؟ ايوه طبعا. يبقى انت بتخطط من بدري بقى، الموضوع مش موضوع مصطفى. شوف يا نور، البنت دي لازم تبعد عن ابني باي شكل، هو ده مضمون المساله. وافرض ابنك مش عاوز كده؟ هيعوز لما انك شايفها قدامه. يا سامح راعي ربنا في بنات الناس، انت عندك بنت. يا الهانم راحت فين؟ راحت بيت ابوها. اتفضلي بصي. ها لقيتوها؟ راحت بيت باباها. الظاهر كده انها سمعت كلامك انت وجوزك عن مصطفى. انا برضو قلت كده. والله البنت دي صعبانه عليا قوي. لا حبيبتي، ما يصعبش عليكي غالي. ايه اللي جرى لك يا سامح؟ انا عمري ما شفتك ابدا بالقسوه دي. هي حصلت القتل كمان؟ تجننت؟ ازاي عايزين تخبطوا ايمن بالعربيه؟ ده صحفي يعني، دول تتقلب علينا. ما هو يا فندم، ما هو ايه يا اخي؟ قلنا قتل لا، اهدده انسف مستقبله ماشي، اخرب بيته ممكن، لكن قتل لا. يا فندم حضرتك قلت للسيد وسليمان انا عايزكم تخلصوني منه، فهم يعني فهموا الكلمه. انا راجل واضح ومحدد، لما احب اقول لكم موتوح اقولها صريحه، مش هجيب كلمه شبهها. اتفضل قول البهايم بتوعك اني هخرب بيتهم، اتفضل قدامي. حاضر حاضر يا فندم. القتل قال دي كارثة ما اقدرش اطلع منها، ما في الف طريقة تانية تخلصني منه غير القتل. اكيد هتخاف تيجي. يعني عايزيني اعمل ايه؟ نروح نجيبها يا سامح، دي ملهاش غيرنا دلوقتي. اروح اجيبها بس بمناسبة ايه؟ بمناسبة انها مرات ابنك. الخوف يخليها تهرب ان شاء الله لجهنم. يا سامح راضيها بكلمتين خليها ترجع. يا جماعة بيني وبينكم انا مش عايزها ترجع هنا خالص، انا عايز اخلص من الموضوع ده باسرع وقت ممكن. انا بقى عايزاها ترجع وتعيش وسطينا. لا تقع في مليون غلطة مش مقصودة. سامح انت لازم تروح تصالحها عشان خاطري، وقال لي هزعل منك بجد. انا ما كنتش اعرف ان جواك شر بالشكل ده. انا جوايا شر؟ انا كل اللي جوايا حب، وحب كبير قوي لابني. لا بقى، الحب بيولد حب، ما يولدش اللي جواك ده ابدا. هو ايه اللي جوايا بس يا دين؟ انت محسساني كأن انا بقيت شيطان. يا جماعة انتوا هتتخانقوا. ما هي مراتي كده، كل ما تيجي سيرة حنان لازم تعمل لي الحكاية دي. ايوه عشان هي بصراحه صعبانه عليا، حاسه انها بريئه ومظلوم وانها ملهاش غيرنا في الدنيا. عندها حق يا سامح، انت حماها، عارف معنى حماها دي ايه؟ قوليله. يعني مفروض تحميها من كل حاجه. حنان خير؟ ايه الصدف السعيده دي؟ قول ايه الصدف السعيده اللي جابتك عندنا النهارده وكمان من غير ميعاد؟ مالك يا حنان اتخضيتي كده ليه؟ لا 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 ابدا، مفيش حاجه خالص. كويس انك جيت يا مصطفى. خير يا سلمى؟
حنان في ازمه بسببك. بسببي انا؟ ايوه، وفي ازمه اكبر بسبب اخوها سالم. هي مش موجوده يا ستي. مين؟ انا عاوز حنان. حنان مش هنا، انا شفتها خرجت من شويه مع سلمى. سلمى مين؟ بنت ام مصطفى جارتنا. جالي كلامي؟ استنى بس يا سامح، طب حضرتك ما تعرفيش هما راحوا فين؟ يمكن راحوا البيت عنده. معقوله الكلام ده؟ يا ترى اقدر اشوف مرات ابني؟ اتفضلي. هتفضلي قاعدة هنا ولا ايه؟ لا طبعا، اصل سلمى انا اللي عديت عليها وتحيلت عليها كمان انها تيجي تقعد معايا. واضح واضح كمان ان كنت متضايقه ميعاد لاخوكي عشان يجي يقابلها هنا، يعني بعيد عن عيون العوازل، مش كده؟ لا لا ابدا والله. تقصد ايه حضرتك؟ اللي انا اقصده واضح وضوح الشمس اهو. في سوء فهم يا سامح بيه. بلا سامح بلا زفت. وليه؟ الهانم كانت زعلانه ان انا بشك وراحت اشتكت. اما اللي انا شايفه ده ايه؟ فيلم سينما؟ بص يا شطره، انا ابني ما يتلعبش بيه لعب الزباله اللي بتعمليه انت واللفندي اللي جاياله لحد هنا برجلكي. مين دي اللي جاياله لحد هنا؟ انت بتحسب كل الناس دول شبهك؟ احترم نفسك يا بنت. انت لازم تحترم نفسك وتحافظ كمان على الفاظك. مصطفى كفايه. انا ولا هو؟ الاستاذ جاي برجليه لحد هنا عشان يتهم الناس بشرفهم. لازم تعرف يا استاذ يا محترم ان حنان دي زي سلمى اختي بالظبط. سامح بيه، مصطفى جه صدفه وحنان كمان جت صدفه. اه صدفه طبعا، صدفه، بس صدفه متدبره بينهم. اكيد اكيد صدفه ومتدبره. انت جنسك ايه؟ ابني وسرقتيه وخليتيه يبعد عننا، دلوقتي عاوزه تسرقي جوزي؟ طب ليه؟ ليه؟ بس يا شيخه اسكت انت خالص. ارجوكي ارجوكي من فضلك، مش عايز كلمه زياده. ترى ليه؟ هي مش من حقها تدافع عن ابنها وجوزها برضه؟ الاتهام ده ظلم. يمكن صدفه وليه لا؟ يا ريتني ما شفتكي حنان ولا عديت عليكي، انا السبب. ما بلاش التمثيليه السخيفه دي بقى. انت عاوز ايه دلوقتي؟ انا اللي عاوزه يا مصطفى. اؤمريني يا حبيبتي، عايزه ايه؟ عاوزه تبرير لكل اللي شفته دلوقتي. اللي سمعتيه ده هو الصح. وانت يا حنان، اسمعي الكلام اللي هقولهولك ده وتنفذيه بالحرف الواحد. لو احتاجتيني في اي وقت وفي اي مكان انا تحت امرك. واوعي يهمك التهويش اللي انت بتسمعيه ده، انا هفضل واقف جنبك طول العمر. يلا يا مدام. ابعد عني. يلا يا مدام من فضلك. مش كده مش كده بقى. شوفي عمر لازم يعرف كل حاجه، وانت لازم تقول لعمر كل حاجه علشان يعرفها على حقيقتها. يلا يا شذا. ابعد عني يا مصطفى، ابعد عني. امشي معايا يا شذا عشان خاطر. امشي معايا. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي. عمر عارفني كويس قوي، عمر مش هيصدق عني اي حاجه. ما تهيأليش انه عارفك خالص. طب تكرهني ليه؟ عايز جوزي يعيش بعيد عني ليه؟ كفاية حنان كفاية. حرام عليك، مش قادرة افهم مش قادرة افهم ليه عايز ابني اللي جاي يعيش بعيد عن ابوه. حرام عليك حرام. بس يا حبيبتي بس يا حنان. سيبيها يا دينا، ما تخليش دموع التماسيح دي تغرك. مش انت كنت بتقولي انك انت مش مصدقاني؟ اعملي حسابك يا هانم انك انت من النهارده مالكيش وجود في بيتي. ليه كده يا سامح بس؟ وبيت ابني كمان ما تخشيهوش. جرى لك ايه يا سامح؟ في ايه؟ ليه كده يا سامح بيه؟ اللي بيخلي مصطفى بيه يجيب لك بيت تقعدي فيه معاه، بس بعد ما ابني يطلعك. انتوا ليه كده عالم ظلمه والدنيا مزهزهه قدام عينيكوا؟ خافوا ربنا بقى، ده انتقامه صعب صعب قوي. صعب على الخاونه يا بنت ام مصطفى. يلا يا دينا يلا. والله انا بريئه بريئه.
رقمه مش معايا. سامح غير نمرته من ساعة ما سافر. طب عنوانه، عنوانه فين؟ معرفش. طيب ورقي، ورقي اللي ممكن اسافر له بيه فين؟ معرفش. اطمني. ولسه اللي هيشوفه مصطفى من شازا. ما تخافيش على مصطفى، دوره الباقي على الغلبانة دي. حنان هتقعد معايا هنا. لا ده غلط، واكبر غلط كمان. لا انا مش عايزه اعيش عند حد، انا هروح اعيش في بيت ابويا لحد ما اخويا يرجع او جوزي يرجع. انا مش عارفه اعمل ايه، انا مسافره كمان كام يوم، مش عارفه اوديكي فين. شفتي بقى ان شكي كان في محله؟ يا سامح بلاش تظلم حد بقى بعد اللي شفتيه بعينيكي. لسه بتقولي لي ما تظلمش حد؟ انا مصدقه حنين، اصلك انتي طيبه زياده عن اللزوم. طب الحمد لله ان انا مش شريره. قصدك ايه بقى؟ اهو بقى اقصد اللي اقصده، انا نفسي افهم انت ليه ما حبيتش حنان من اول ما شفتها. اوعى بقى تقولي الكلام اللي انت قلتولي في المستشفى. يا حبيبتي البنت دي مش من توبنا، احنا حاجه وهي حاجه تانية خالص. اللي زي دي بتبقى عايزه واحد مننا تاخده كوسيله تحقق بيه احلامها. يعني عندك الواد الزفت اللي اسمه مصطفى ده، اتجوز شذا ليه؟ اوعي تقولي انه بيحبها؟ لا، لانه بيها كان عايز يحقق كل احلامه، يعني هما الاتنين زي بعض. يا سلام، ازاي عايزني اشوف مصطفى زي حنان؟ لو كانت زيه زي ما انت بتقول، كانت شافت لها راجل كبير غني عنده فلوس واتجوزته. وتشوف ليه؟ ما عندها شاب زي الورده اهو، وعنده زي اللي عند واحد زيي. وهو ابنك عمر عنده ايه؟ يملك ايه يا سامح؟ ده مصروف انت اللي بتديهوله، ولولا انك انت ساعدته ما كانش اشتغل. يا حبيبتي بكره يبقى عنده كل حاجه. يوه حلني بقى لما يجي بكره، هي يعني ضامنه مين يعيش ومين يموت؟ طيب ممكن بقى نقفل الموضوع ده؟ ازاي نقفله يا سامح وانت قافل ابواب الرحمه قدام وشها؟ لا تقعد هنا ولا تقعد هناك ولا تروح له ولا تكلمه، معقول يا سامح؟ على كل حال بعد كده مش هيبقى لها علاقه بينا. يعني ايه ملهاش علاقه بينا؟ دي مرات ابنك. مش هتبقى خلاص. ازاي؟ هطلقها بالتوكيل اللي معايا. سامح عشان خاطري اوعى تعمل كده. حبيبتي ممكن ناكل بقى؟ انا هموت من الجوع، وبكره ان شاء الله يحلها الف حلال. يلا حبيبتي لازم ارجع الشركه تاني. حاضر. برافو عليك يا حنان، قدرتي توصليني للي انا عايزه باسرع وقت. انا عايز اسالك سؤال واحد بس، انت ايه اللي وداك هناك انت وسامح؟ كنتوا متفقين على الميعاد مش كده؟ بطل الجنان اللي انت فيه ده يا مصطفى. جنان؟ هو انا بقيت مجنون عشان بسالك انت وسامح اتقابلتوا ازاي؟ ما تغيرش الموضوع يا استاذ. لاخر مره يا شذا بقولك، انت اتقابلتي ازاي مع سامح من غير ميعاد مسبق؟ انت بتراقبيني ولا ايه يا شذا؟ بحبك وبغير عليك، حقي يا استاذ. اسمعي يا ست، انت الطريقه اللي انت ماشيه بيها معايا دي ما تنفعنيش، انت فاهمه ولا لا؟ فوق لنفسك بقى، والطريقه اللي انت بتتكلم بيها معايا دي ما تنفعنيش، فاهم ولا لا؟ هي دي طريقتي وحمشي بيها معاكي، واذا كان عاجبك فاهمه ولا لا؟ وسبق وقلت لك قبل كده ان انا راجل بلدي، يعني من سوق الزلط، فاكره ولا فكرك؟ لا فاكره انك من سوق الزلط وراجل بلدي. قولي بقى انك بتتلكك عشان البت الزباله بتاعتك، لكن قسما بالله العظيم ثلاثه لو هوبت ناحيتها لهدك وهدها، وانت عارف كويس قوي يا مصطفى انا اقدر اعمل ايه. ايه يا مصطفى بتحبها؟ ايوه بحبها، بس حب انت ما تعرفوش، ما حسيتوش. وسبق قلت لك قبل كده شذا ان البنت دي متربيه وسط اخواتي في البيت، وكنا مع بعض لقمه عيش وملح. عارفه العيش والملح ولا ما تعرفوش يا شذا؟ ولعلمك بدل سامح دخل مناخيره في الموضوع، انا عارف كويس قوي هو عاوز يوصل لايه. عاوز يوصل لايه يا مصطفى؟ عايز يبعد حنان، لان حنان بتفكره بمصطفى
اللي هو أنا، ولما يفتكرنا أنا وحنان بنفكره بأيام أنت عارفاها كويس. بقول لك إيه يا مصطفى، أنا عايزة أعرف حاجة واحدة بس، إيه اللي ودك هناك وهي هناك؟ ثلاثة بالله العظيم ما متفق معاها على الميعاد ده، ولا متفقين إن إحنا نقابل بعض. دي بنت غلبانة شازة. افهميني يا حبيبتي، أنا بحبك، عارفة عن إيه بحبك، وما فيش حد في الدنيا هيبقى أغلى منك عندي، صدقيني صدقيني لو مرة واحدة بس. حاضر يا مصطفى، هصدقك المرة دي، هحاول أصدقك. سيب البنت تسافر لجوزها يا سامح. وأنا قلت لا، ابني ملوش رقم تليفون وهي ملهاش أوراق عندي. تجرالك إيه يا سامح؟ فين طيبة قلبك وحنيتك؟ اللي أنا بعمله ده حنية على ابني. صدقيني يا نور، أنت ما تعرفيش البنت دي، البنت دي مش سهلة. وبعدين أنا ابني المفروض يتجوز واحدة بنت ناس، واحدة خجولة، واحدة مقدمة، مش واحدة بجحة وقوية وما تعرفش العيب. ما تسيب ابنك يعيش حياته براحته يا سامح. لا مش هسيبه، كفاية بقى أولادي وقعوا في أخطاء، أنا من واجبي إن أنا أدافع عنهم زي أي أب المفروض يعمل زيي. واجبك إن ابنك يبقى له ابن يتربى مع أي حد من الناس؟ ما هي لو حنان اتطلقت هتتجوز. لما تتجوز لما ناخد ابننا. وابنك بقى هيتربى مع مين؟ مع دينا ولا مع شذا؟ ولا هتجيب له دادا تربيه؟ فكر كويس يا سامح. أنا فكرت وقررت خلاص. وانتهيت على إيه؟ هطلقها. غير ما تستأذن جوزها؟ أنت كده بترتكب خطأ قانوني وشرعي كمان. خلاص لما يجي يبقى يرفع عليا قضية. مش معقول يا سامح، أنت بقيت فظيع. أنا مش قادرة أصدق أنت سامح اللي أعرفه عشان السنين اللي فاتت دي كلها. يا خسارة. بس أحب أقول لك حاجة، لو اضطر الأمر لرفع قضية أنا اللي هرفع قضية عشان أدافع عن حق البنت دي. نعم؟ أيوه أنا اللي هرفع قضية عشان أدافع عن حق عمر وحقها كمان. أنت اتجننت يا نور؟ عايزة تدافع عن واحدة بتخون جوزها؟ دينك حدد الخيانة يا سامح. حرام عليك، حرام عليك يا أخي. ايوه مدام دينا، ممكن ادخل؟ اه طبعا اتفضلي مدام دينا. اهلا يا مدام دينا، تشربي ايه؟ لا مفيش وقت، انا اصلي لازم ارجع البيت بسرعه قبل سامح ما يرجع. تعالي اقعدي، انا عايزاكي. انت طبعا عارفه يا حنان ان انا مش شاكه فيكي خالص. ربنا يخليكي، بس برضو عايزاكي تاخدي بالك من نفسك كويس. من ايه؟ يعني مفيش داعي حد يجيلك هنا. حد زي مين يا مدام دينا؟ زي مصطفى او اخوه. لا لا طبعا مفيش اي حد منهم هيجي هنا، هما بس ممكن يزوروني مدام نور او سلمى بس. لا دول مفيش منهم خوف، انا اصلي خايفه عليكي قوي يا حنان ومش عارفه اعمل ايه. ارجوك يا مدام دينا، ارجوك حاولي تساعديني. انا نفسي اساعدك يا حبيبتي، بس قوليلي اعمل ايه. ارجوك تساعديني ان انا اروح لجوزي. يا ريت كان بايدي. حد جايلك؟ اه دي اكيد سلمى. ازيك يا حنان، اتفضلي يا سلمى. ازاي جبت لك حاجه كده تاكليها عشان عارفه انك ما اكلتيش من امبارح. اتفضلي. ازيك يا مدام دينا، الله يسلمك. طب يا حنان هسيبكم انتوا عشان تتكلموا براحتكم مع بعض. لا ابدا، مدام دينا كانت جايه تتكلم معايا في اللي حصل. مدام دينا ارجوكي فهميني، سامح بيه ليه بيكرهني كده وليه عايز يبعدني عن جوزي؟ والله يا حنان انا مش عارفه اقول لك ايه، بس برضو اللي شافه ده كبر الموضوع قوي في دماغه. والله العظيم يا مدام دينا ما كناش عارفين ان مصطفى جاي ولا كمان حنان جاي، دي كلها صدف وصدف غريبه قوي. يلا نصيبي كده. بقول لك ايه يا حنان، ما تقولي لاخوكي يجي يقف معاكي في الموقف ده. اوعي تعملي كده يا حنان، وبعدين سامح هيقدر يقنعه ان اخته خانت ابنه مع مصطفى والمشاكل تكتر. قصدك الفضايح. على العموم يا حنان، انا جبتك لغايه هنا عشان اقولك تاخدي بالك من تصرفاتك كويس قوي،
مش عايزه حد يمسك عليكي حاجه. حاضر يا مدام دينا، حاضر، انا متشكره ليكي قوي. خدي بالك من نفسك. مع السلامه. الله يسلمك.